إذن الأمريكيون على اختلاف انتماءاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم الدينية تتأثر أصواتهم الانتخابية بملفات أساسية تبرز دائما خلال موسم الانتخابات، تتنوع ما بين الاهتمام بمسألة الهجرة والاقتصاد وحتى الإجهاض. التقرير التالي يرصد هذه الاهتمامات، نتابع. في انتخابات يتنافس فيها رئيس سابق ونائبة رئيس حالي، تبقى أصوات الناخبين الأمريكيين العامل الأبرز لوصول أحدهما إلى البيت الأبيض. ومن دون الناخبين لا انتخابات ولا رئيس. ملايين الناخبين الأمريكيين يدلون بأصواتهم في 5 من نوفمبر 2024 لاختيار رئيس أو رئيسة للبلاد، وهذه الأصوات لا يمنحونها عبثاً. عدة عوامل وقضايا تحدد للناخب من مرشحه وإلى أين ستكون الاتجاهات. أولها مرتبط بالاقتصاد، فالأمريكيون يصوتون قياساً للمال الموجود في محافظهم. هم يصوتون للحزب الحاكم في الأوقات الجيدة وللحزب المنافس في الأوقات العصيبة. إلا أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر واحداً من العوامل المحيرة في انتخابات 2024، فمؤشراته إيجابية بشكل عام، فهو ينمو بمعدل ثابت والبطالة تنخفض بمستويات قياسية. ومع ذلك يرى الأمريكيون أن وضعهم الاقتصادي قاتم بسبب التضخم وارتفاع تكاليف السكن. التقسيمات العرقية للأمريكيين تؤثر كذلك على توجهاتهم في التصويت، فعادة ما يشارك ذوو البشرة البيضاء في الانتخابات بنسب تفوق الأعراق الأخرى لاعتبارات تتعلق بالإرث السياسي، بينما تسود حالة من عدم الاقتناع بجدوى العملية ضمن أوساط نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت من الأعراق الأخرى. ليس العرق وحده فقط ما يؤثر، فالتركيبة العمرية لها دور في توجهات الناخبين الأمريكيين. فالناخبون الأصغر سناً متأثرون بالأفكار الليبرالية ويهتمون بقضايا التعليم وفرص العمل، في حين يتبنى كبار السن أفكاراً محافظة ويهتمون بقضايا مثل الرعاية الصحية وخدمات ما بعد التقاعد. عمر وعرق وعامل مادي يضاف إليها قضايا أخرى تحسم مسألة التصويت، قضية الإجهاض على رأسها. فمنذ إلغاء قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي اعترف بحق المرأة في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، أصبح لكل ولاية قوانينها حيال هذه القضية بالذات. أصبح الموقف من الإجهاض واحداً من الخطوط الفاصلة في الانتخابات الأمريكية، لا سيما أن السياسيين الديمقراطيين يدعمون بشدة حق النساء فيه، بينما يقف الجمهوريون في صف الداعين إلى تقييده. تبقى الهجرة قضية انتخابية تشكل عامل حسم لدى الأمريكيين، خاصة بعد أن تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك في ديسمبر 2023 أكثر من 300,000 شخص. وهذا رقم يراه ترامب نتيجة حتمية لسياسات بايدن وهارس المتراخية في هذا الإطار. كما يتحرك ترامب مدعوما بسياسات حزبه المتشددة في هذا الملف بالذات، في حين نجد انقساماً ديمقراطياً حيال المهاجرين، فالبعض يراهم عبئاً على الاقتصاد، بينما يجد البعض أعباءهم محدودة التأثير. من واشنطن نرحب بالسيد طارق الشامي الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية، أهلاً وسهلاً بك معنا. سيد طارق، بالحديث عما يهم الناخب الأمريكي في انتخابات هذه العام التي طغت عليها ملفات مهمة مثل الهجرة والإجهاض والاقتصاد، أيهم باعتقادك كان له التأثير الأكبر في تحديد أين يذهب الناخب بصوته؟ إذا ما تحدثنا عن الولايات الحاسمة دعنا نتحدث عنها بالتحديد. يعني بالتأكيد هناك فوارق حقيقية بين يعني الفئات المختلفة والقضايا التي تهمها أكثر، يعني بالنسبة للمتوسط الدخل والأكثر فقرا ربما يهمهم قضية الاقتصاد وقضية التضخم بالتحديد، لأنه الاقتصاد بصفة عامة جيد من حيث النمو ومن حيث البطالة، لكن ارتفاع الأسعار كان مؤثرا بشكل سلبي على جيوب المواطنين خصوصا أصحاب الدخول المنخفضة أو المحدودة. لكن هناك قضايا أخرى تهم المرأة مثلا مثل قضية الإجهاض، ولهذا نجد أنه تصويت النساء يميل لصالح الديمقراطيين وهارس أكثر من الجمهوريين، وهذا الملف كان له تأثيره قبل عامين في انتخابات التجديد النصفي وأوقف ما كان يوصف بالموجة الحمراء في مجلس النواب بالتحديد.
أيضا هناك ملف الهجرة، يعني يراهن عليه كثيرا الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ويرى أنه يعني ملف حاسم وسوف يحسم النتيجة لصالحه بشكل كبير، وربما استطاع أن يقنع يعني الفئات التي لم تكن تنتبه لهذا الملف كثيرا في الماضي، مثل يعني السود وكذلك اللاتين، وهو حاول إقناعهم بأن من يأتون كمهاجرين غير شرعيين يأخذون وظائفكم. البعض اشترى هذا المنطق والبعض الآخر لم يفعل، لكن هذا كان مؤثرا، لذلك نجد تحولا في أصوات اللاتين تحديدا اتجاه الجمهوريين أكثر مما كان عليه في السابق، وبالتالي هناك أشياء كثيرة متنوعة ومختلفة، لكن في النهاية يعني ليس هناك ملف محدد يمكن أن نقول أنه سيكون هو القاطع الحاسم بخلاف الملفات الأخرى. واضح. طيب سيد طارق، على مدى الأشهر الماضية يعني وعود ترامب كانت متشددة جدا فيما يخص ملف الهجرة تحديدا، وهذا الملف يعني طوال حملته هدد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وهذا النهج الذي تحدث عنه، ما حجم تأثيره سواء باستقطاب الذين كانوا مترددين بتأييد ترامب أو حتى معارضيه؟ يعني بالنسبة لمعارضيه الديمقراطيون يقولون أن يعني ترامب نفسه هو الذي أمر زملائه في مجلس الشيوخ بوقف الموافقة التي كانوا قد أبدوها مبدئيا على مشروع قانون يحد من الهجرة، عملت عليها هاريس بالتحديد بالتنسيق مع باقي الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لكن في اللحظة الأخيرة ترامب حاول أن يوقف هذا الأمر ونجح في ذلك، حتى يستطيع أن يعني يعلق مسؤولية المهاجرين غير الشرعيين في رقبة الديمقراطيين، وهو بالفعل نجح في ذلك. لكن بصفة عامة بتأكيد موضوع الهجرة هو مثير لكثير من الأمريكيين، ومنذ يعني 40 سنة حاول الديمقراطيون والجمهوريون علاج هذه المشكلة، ولكنهم كان نجاحهم محدودا، استمرت العملية في ازدياد حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، وهناك بالفعل مشكلات كبيرة تتعلق بهذا الملف. الرئيس السابق دونالد ترامب يعني يغازل أيضا الفئة الأساسية التي انتخبته، وهي فئة ماجا المتشددة أكثر داخل الحزب الجمهوري، لأنه هذا يرتبط بما يسمى نظرية الاستبدال العظيم التي يروج لها اليمين المتشدد داخل الحزب الجمهوري، الذين يرون أن أمريكا البيضاء يعني لن تعود بيضاء بعد ذلك بالنظر لزيادة أعداد المهاجرين بما يأتون به من يعني أعراق مختلفة وثقافات مختلفة، ويرون ذلك تهديدا لأمريكا البيضاء. حتى اسم اجعل أمريكا يعني عظيمة مرة أخرى هو يعني هذا، يعني العودة إلى أمريكا البيضاء التي كانت في الخمسينات والستينيات. طبعا اليمينيون يرون أن ترامب سوف يوقف هذا التوجه، في المقابل فإن اليسار في الديمقراطيين يريدون العكس، يريدون زيادة أمريكا المتنوعة عرقيا ودينيا وثقافيا. شكرا، شكرا جزيلا لك السيد طارق الشامي الكاتب المختص في الشؤون الأمريكية. خلال الاستحقاق الرئاسي الأمريكي من غير المرجح أن تخالف النتائج التوقعات في كثير من الولايات، لكن هناك ولايات تعرف بالولايات المتأرجحة لا تأتي النتائج فيها كما هو معتاد، ما يخلق حالة من عدم اليقين لدى مؤيدي هاريس وترامب. نتعرف إلى هذه الولايات بعده مباشرة، ننتقل إلى الزميلة زينة صوفان في القاهرة. لا هي ديمقراطية زرقاء ولا جمهورية يستدل عليها باللون الأحمر، إنها الولايات الأمريكية المتأرجحة بين الحزبين التي تقف كساحة معركة محورية بين المرشحين، ولا تحسم أمرها إلا في اللحظات الأخيرة فتقلب الموازين. ولجهة اللون تعرف هذه الولايات اصطلاحاً بالأرجوانية،
في الولايات المتأرجحة يتمتع مرشحو الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمستويات متماثلة من الدعم، وتقترب نسبة أنصار الحزبين، ولأنها تؤثر على نتائج التصويت يخصص المرشحون الرئاسيون وقتاً كبيراً في حملاتهم الانتخابية لهذه الولايات، ينفقون مئات الملايين من الدولارات لجذب الناخبين سواء عبر التجمعات الانتخابية أو الإعلانات التلفزيونية والإذاعية. منذ عام 2000 لم تغير 37 ولاية أمريكية توجهاتها الحزبية، الولايات الجمهورية جمهورية والديمقراطية ديمقراطية. تحضر هنا مثلا كاليفورنيا ونيويورك، ماساتشوستس وفيرمونت وواشنطن ذات الولاء الديمقراطي، ألاباما وألاسكا، فلوريدا وأوهايو، فكلها ولايات راسخة بقوة في المعسكر الجمهوري. أما الولايات المتأرجحة فتتغير في كل دورة انتخابية، وتحديدها يبقى مهمة تتطلب كثيرا من الدقة والتدقيق، لكن تبقى هناك معطيات متبعة للقياس والتحديد، منها مثلا تغير التركيبة العمرية في هذه الولايات، استطلاعات الرأي وشدة الإقبال على التصويت في الاستحقاقات السابقة، إضافة إلى نسب التقارب في الأصوات بين المرشحين. في انتخابات 2024 ينتظر تأرجح 7 ولايات أمريكية، وهي أريزونا وميشيغان، بنسلفانيا ونورث كارولينا، نيفادا وويسكونسن، ومعهم جورجيا. لهذه الولايات مجتمعة 93 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 مندوبا عن كل الولايات، ما يجعل دورها وازنا في عملية التصويت. جو بايدن المرشح الرسمي للحزب الديمقراطي فاز بجميع الولايات المتأرجحة في انتخابات 2020 ما عدا نورث كارولينا. أما ترامب وخلال انتخابات عام 2016 ففاز في أريزونا وويسكونسن، بنسلفانيا ونورث كارولينا، وكذلك جورجيا. وعلى ذكر جورجيا، فوز بايدن فيها بفارق لا يذكر عن ترامب في استحقاق 2020 شكل صدمة لكثيرين، كيف لا وهي التي ظلت طوال 3 عقود معقلا رئيسيا للجمهوريين. أنا زينة صوفان من استوديوهات الشرق في القاهرة، واصل معكم هذه التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فأهلا بكم. لا شك بأن القضية الفلسطينية والحرب على غزة وكذلك على لبنان حاضرة بقوة في هذه الانتخابات، وإن كان الشأن الدولي لا يعني الناخب الأمريكي كثيرا في العموم، لكن عندما يتعلق الأمر بالناخبين الأمريكيين من أصول عربية فإن موقفهم من المرشحين لابد وأن يستحضر تاريخا طويلا من مقاربة رؤساء سابقين من الجمهوريين والديمقراطيين لقضية فلسطين ولشؤون المنطقة بشكل عام. مبادرات وتسويات غالبيتها العظمى حكم عليها بالفشل، وأخرى شكلت نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عربوها رؤساء أمريكيون ابتداء من هاري ترومان الذي كان صديقا مقربا لحييم وايزمان أول رئيس إسرائيلي، قامت في عهده دولة إسرائيل التي اعترف بها بعد إعلانها ب10 دقائق يوم 14 مايو 1948. جورج بوش الأب سعى لإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل، فبعد انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 وبدعوة من الرئيس جورج بوش، اجتمع الفلسطينيون والإسرائيليون في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، وذلك تحت رعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. في عهد بيل كلينتون توج المسار التفاوضي بين الطرفين بتوقيع اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر 1993 في البيت الأبيض بحضور كلينتون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين.
أما في عهد جورج بوش الابن طرحت ما تعرف بخريطة الطريق أو خريطة السلام التي تركز على نقاط من بينها إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية على أن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005، وهو ما لم يحدث طبعاً. مع باراك أوباما الذي دعا للمرة الأولى إلى قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 مع تبادلات يتفق عليها الطرفان، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الفكرة أثناء لقائه أوباما في البيت الأبيض. أما في عهد دونالد ترامب والذي شكلت فترة ولايته تحولاً جذرياً مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل على الرغم من الحديث عما وصف بصفقة القرن ومفاوضات فلسطينية إسرائيلية تفضي إلى سلام دائم، وصولاً إلى جو بايدن، الفترة التي شهدت دعماً لا مثيل لها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وإمدادها بشحنات الأسلحة إلى جانب تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. The immense scale of suffering in Gaza. There must be an immediate ceasefire. Anybody who's Jewish and loves being Jewish and loves Israel is a fool if they vote for a Democrat.